مرحبا بكم، تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. اليوم عندنا اليوم السبت، وعندنا واحد جوج حلقات غنديرهم متابعين، جوج جرائم متابعين غنديرهم بجوج. ربما غتقولوا اليوم كانت يدير مستملحات وكذا وكذا، والمستملحات راه قلال اخي، المستملحات راه ما تلقاهمش. راه بدينا معاكم واحد وقت المستملحات وغادي مزيان، ولكن ولنا تنقلبوا هنا وهنا وما بقاش نجبدوا من راسنا ولا نعاودوا غير النكت ونخرجوا على المسار ديال البرنامج ديالنا اللي هو الجريمه لا تفيد. غادي نخرجوا ونخرجوا بزاف، ولكن المستملحات غتكون خلال وانا تصدقكم جرائم في الحلقات القادمه، غتكون في السبت وغير السبت. حنا ديما كما تنقول لكم، حنا ماشي انا جالس على واحد البيرو تنخطب عليكم، انا جالس معكم في ديوركم وجالس معكم في بيوتكم وجالس معايا في داري وجالس معايا في بيتي، تنهضروا ديما تنهضر معكم عائله واحده. حنا عائله واحده، تنهضروا الهضره ديال العائله، راكم تتعرفوا العفويه ديالي وتتعرفوا العلاقه اللي بيني وبينكم. كما تنقول لكم دائما لقد ابتليت بكم وابتليتم بي، حنا مبلين بعضياتنا، نقبلوا على بعضياتنا. بسم الله. واحد السيد، واحد السيده مجوجه بواحد السيد، رجع مجوجين وعندهم ثلاثه وليدات، ناس بسطاء فقراء عايشين واحد الحي شعبي. وديك المراه مسكينه مرجله شويه كسول، تخدم على ولادها شويه، تخرج تخدم ضرب هنا ضرب هنا، مرات تخدم في دار، مرات تنقي مع مرات الزرع، مرات تغسل مرات الزرابي، مرات دير مع هادي، مرات دير مع هادي. داك الراجل عندها مبلي شويه، مبلي شراب، مبلي بالكيف، مبلي بالصحاب، مبلي بالقهوه، ما عطيش للعائله اهميه. وفي ما يدبر على شي ريالات الشراب هو الاول. وكان تيجي عندها للدار سكران، وداك هي تبقى تعاتبو تطلب منه باش يعاوني على الدراري باش ينفق باش يصرف، هو ما تهموش داك الشيء. الا عطى شي حاجه قليله او بعض المرات ما تعطي والو، او بعض المرات داك الطلبات ديالها تصرفوا منها عصا وضرب وعنف، ولادو تيتفرجوا ولادو تيشوفوا. وهنا تنقول واحد الخرجه نقولها، بعض الناس يتخاصموا قدام ولادهم وتيدبزوا قدام ولادهم، يكون راجل سكران ولا ما سكران شاي ولا مشاكل بيناتهم، وتتبدل العنف بعضياتهم ما بين الرجل والمراه، المراه تضربه وهو يضربها، تتغاوتوا شحال ديال العائلات فيهم هاد الشيء هذا، وتنساو ديك الدراري الصغار مساكن، تلقاهم جالسين مخبيين وشادين في يديهم هكا، تعضوا في صباعهم تيقولوا يا ربي رساو، ما يقدوش يقولوا بابا بركه ولا ماما بابا بركه ولا ماما بركه ولا يفرقوهم، يقد يدخل بيناتهم يقول شكون ما يعطيه با واحد الضربه ولا تعاودهم واحد الضربه، قول له حرامي غلط الله عليك، قول له قول بعد مني كذا كذا، ما يقدوش. تيشوفوا با بحال السكر وهو هايج على امهم ولا امهم هايجه على باهم ولا كذا، تلقى الدري بساكن تيشد واحد القنت يبقى يشوفوا يا ربي رصاوي يا ربي بركه، وعندهم صبعهم هادشي شفناه وعشناه وتنشوفوا. شي دارك بحال هكا تكون مشاكل، تنكون في لابيرمونس، كنا في لابيرمونس ديال البوليس، وتشوف بعض المرات شي ناس تيجيو مخاصمين معاهم ولادهم، جايبين معاهم ولادهم، وتشوف الدراري مساكين كيتيشوفوا فينا، كيشوفوا فينا شوفوا با وشوف البوليسي وشوف هذا شوف هذا، اش يقولوا في خاطرهم؟ يا ربي رصاو، يا ربي بركه، يا ربي بركه، يا ربي بركه. كاين شي ناس جهال ما تيديوهاش دوك الدراري، تخاصموا قدامهم تدابزوا قدامهم ويحلوا مشاكلهم قدام الدراري ويغوتوا قدام الدراري. تما وصل الدار تيخرجوا دري معقدين، تيخرجوا مرات، تيخرجوا معصبين، بس واحد الحيطه والحذر من هذا الشيء هذا. كما قلت لكم رجع الهضره ديال هذا السيد هذا، كان ديما العنف مع ديك المراه عنده، وديما هو سكران، وديما وديك الدار عنده فيها واحد جوج بيوت وكوزينه، وفيها واحد البيت معزول على الدار شويه، بناء عشوائي، باني واحد البيت تيمشي لي هو تما بعض ما تيجيب شي صاحبو يسكر معاه ولا يجيب شي واحد يقصر معاه ولا يجيب شي حاجه. ادى به الحال حتى بدا تيجيب واحد خيتي تيجيب هذاك البيت. لما تدخل مرتو تيقول ما بيني وبينها والو، راه تنعرفها وتا هي مبليه وتجي تشرب معايا والدنيا هانيه وكذا 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 وكذا.
ومرتو كانت تطالبو تخيلو بقى تجي هو بقى تيجيبها في الاخر حتى مراته بقات تسكت قالت دبر راسو هو وياها ولا كاع تيجي للدار ويجلس مع مراتو شويه شويه تجي خيتي وتقول هي ديما كلتي وتدخل معها تما يشرب معها وكذا وكذا. مراتو عندها واحد خوها وهاد خوها صحيح فور ولكن كان شويه بهل راجل ماشي سوي كما تنقولوا كان بهل شويه في عقله وكانت تجي تبقى تعاود ليه راه دار ليا ودار ليا ودار ليا وكان تيبقى يتناقش مع ذاك الراجل تيبقى يقول لي اختي درتي لها وفعلتي لها وشتي واحد خيتي ودرتي وفعلتي وكذا وكذا ولات اختو ولات تيقول لي راه في الوقت اللي تجي خيتي تجيب انا نجي نهجم عليك ولا تيسق خبر جافا تيجي تضرب ديك خيتي تيجري عليها وداك الشيء وهذا وزعما تدافع على اختو ولكن الامور ديما بقات معقده بيناتهم ديما هذيك الحياه ديال الصداعات الحياه ديال الغوايات ديك الحياه ديال تيخونها وكان تيخونها بالعلي بالصداره ولا تيخونها في الزنقه مصروف والو هي ديما تتعاود داك خوها ديما تتعاود ليه ودخلت خوها في هذا لانكروناج ودخلته في هذا الصداع اللي بيناتهم دخلته في هذا النوريكس اللي ولا بيناتهم ودخلت ودخله خايبه ولا خواتي ولا السيد ما غير نفهم معاه لا مخزن ولا مولاي بويه انا اللي غادي نشوف واش غندير معاه صافي ضربته ما 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 صلح والو زريت عليه ورجع ليك نهيتو ما بغاش يتنهى ما ان داك خو هاد خو هذا تا هو في المستوى بلي تا هو طاب في الكاشه كما تنقولوا وبغى يرد خينا الطريق ولا خينا ما بغاش يرجع الطريق ما بغاش يرجع فين ما يجي عند خو تلقى عندها مشاكل فين ما يجي تلقى عندها مشاكل ولا تتهرب كاع ما يجيش عند اختو علاش حتى عرف يمشي غير يلقى مشاكل ايوا واحد ناخذ واحد لاتي زي الزواج لقى اختو عاوتاني عينها منفوخه ومضروبه وكذا وكذا جا لقى هذاك نسيبو راجل اختو جالس داك البيت بوحدو سكران وتاعير تاعير وتيسب وتي موالف يسب ويعاير وكذا قالت اختو قال لها قالت لي راه تشوف حالته راه وهذا عطيني ها هو تيسب فينا على والو راه كلش الليله عندنا مع مصيبه بحال هكا كل ليله عندنا مصيبه بحال هكا وكاينين الناس اللي عايشين بحال هكا كاينين الناس اللي عندنا في المغرب ولا غير المغرب اللي عايشين بحال هكا الله يكتب السلام تلقى شي اب سكران لما تيكون مع صحابه تيشرب مع راسو تيضحك وتيعاود بحال شي راجل ولما تيجي لدارو تيبدا يخلق دوك يصطنع دوك المشاكل يخلق دوك المشاكل الخاويه ورد كل شيء للمراه انا انت سببي كما كنتيش انت كاع ما نشرب وانا اللهم اشرب ولكن مرتك ولكن هو غير ما قادش يتحمل ولادو وما قادش يصرف على ولادو قد يصرف على الشرب جا لقاه سكران خدام تيغوت تيهضر هو ينوض ويدخل عند اختو الدار ويهز واحد المدقه ديال المهراز ويرجع ليه هز ديك الحديده ديال المهراز ديك المدقه ورجع ليه هو يعطيه الراح هو يعطيه الراس ضربوه عاود ضربوه عاود ضربوه تقتلو جات اختو تتغوت ويلي ويلي جدت قال لها صافي فضينا صافي صافي الله يجعل شي بركه هاد السيد ما عطاش شي حل فضينا اختو قالت لي عبرتي عليه فضينا عبرتي عليه دابا هز هذا نهزو نحيدو من هنايا دابا المشكل الدراري حاضرين تاهما تا يشوفو الدراري تما تا يشوف هي مره مره تدور شي دري يقول سير سير بحال سير خرج خرج برا سير دي خوك خرجوا برا هذا حسب البحث اللي داروا الشرطه تقول الدراري كانوا حاضرين تيشوفوه ولا تنجري عليهم ترجعوا تنجري عليهم ترجعوا الاخر ذاك المزغوب تا هو دار ذاك خينا ما بدا في لا في الدراري لا في والو شدوا واحد الزربيه قديمه كان جالس على ذاك خينا وما يلوه بديك الزربيه الواو الواو حزبوه بعض قال لها خليه بلاتي ما تقطع رجل قطعت رجل ما بقى لا شي حتى يدوز خوات الدنيا قال لي عاونيني دير على كتافي شدو ديك الزربيه اونباري دريت فيها يشوف وهز على كتافو مع هو صحيح كيما قلت لكم الاخر كان ضعيف ضعيف بديك البليه اللي فيه وضعيف بالكيف وضعيف في الحشيش ولا كي العود جات معاه الزربيه من الواو فيها وهزوه بحال هذا وهزو على كتافو مشابه مشابه حتى لواحد الخلا هو يحطو أرماه وحطو وحل الزربية وجاب الزربية معاه ما تخاش بها الله يحسن العوان الفقر الزربية زعما راه مهمة خاف تيجي للدار تقول لي اختو وين نسيتي الزربية سير جيب الزربية هذا الزربية جابها هاك ها الزربية ديالك هي جاب الزربية الزربية مع حمراء كاع ما عطاها أهمية لذاك الدم هي ردتها بلاصتها بالعاني قال الدراري سكتو صافي
يا كان تضركم كان تكرس عليكم كان تدركم حنا تنينا منه سكتوا صافي خليه تما. الصباح شي ناس دايزين تلقاو السيد مجبد تما، شكون هذا ما هذا لا فلان ما فلان كذا، جاو البوليس عين المكان جاو تيشوفوا اش كاين ما كاين تيقلبوا. وهنا تنقول واحد القضيه ديما تنقولها، الضباط الشرطه القضائيه وضباط الشرطه ديال الدرك الملكي ديال الامن الوطني وديال الدرك الملكي، لما تلقى واحد جوج حتى في الخلا مرميه خليو الناس يشوفوا، الا ما عرفتوش شكون مولا شكون هذاك اللي قتيل، شكون هو الضحيه، شكون هذاك اللي ميت، خليو الناس اللي تيجيو بعين المكان يشوفوا خليهم يطلوا، ماشي غتقعد تحزوا الناس يلاه كلشي حيد من هنا حيد من هنا بعد من ليه بعد من ليه بعد من ليه، انت باقي ما عرفتيش شكون هو هذاك، ما عرفتيش شكون وتتهرب الناس، خلي الناس يقربوا شويه يشوفوا، للناس ما تيقربوا شي واحد تيقول اه هذا فلان، انت البوليسي شكون شكون فلان شكون فلان هذا ساكن هنا، تتلقاه حسن ما دي واحد مجهول وعتبقى تقلب الوقت تضيع، عاد تاخذوا لي زابرانت ربما زابرانت يبقى فيه شي مشاكل عاد كذا ربما سمع التعريف ربما وتعطل هادشي البحث، من تلقى واحد السيد مره مره وخلك حزن الناس مره مره تزيد شي جوج قرب اش تلبس ساكنه شوف شوف عرفتيه زيد يا مره مره زيد شوف 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 ولدي شوف عرفتيه ربما تعرفوا تما. البوليس مشاو تما واحد السيد من دوك الناس اللي واقفين قال لهم هذا راه فلان راه ساكن ليه تنعرفوه، وراهم الدار ديالو مشاو عند مراته البوليس، السلام عليكم السلام راجلك فينا هو كان ما جاش البارح وفينا هو العالم الله سيدي انا راه عندي ذاك المسخوف سكيري مره يجي مره ما يجيش، قال له ودي راجل مقتول ليه ها ويلي فين مقتول ها ناري تضرب في راسها بدات تعيشوا في ولادها تيشوفوا المهم تتفكيري تتفكيري والباه هزات الزربيه ويبقى تفوت ها ناري سمعتها وحده من عائلتها جات تجري سمعوا شي الدرب ديالو ها ناري انا مضروب في راسه ولا مذبوح لا كذا اشوق عليها جده وليها كذا كذا. دزوا السيد داو لامورك داو المستودع الاموات قال المراه اجي عندنا، المراه قالت في المحضر ديالها اسيدي انا المحرج اللي خرج مع استاذ العشيه خرج وقال لي انا غادي نشرب مع شي صحابي، قال لك سميتهم لا سيدي حرام، قال لك هاني لا سيدي حرام، خرج سيدي ما عرفتو فين مشى والله شاهد عليا وكذا وكذا وكذا. البوليس رجعوا للحومه قلت يقلبوا تما الحومات يسولوا الناس كذا كذا، لقاو بعض الناس شهود تيقول كان الباه شفنا في العشيه داخل الدار، واحد قال لا في الليل طاح الليل سلمت عليه وداخل الدار رجع للدار، مرته تقول له خرج من الدار لا لا هز واحد ميكا وداخل الدار. دخلوا البوليس للدار تيقلبوا تيشوفوا الدنيا تيشوفوا المراه، دازوا شكون اللي كان معاك البارح بقى معاك هنا في الدار؟ بقى معايا انا وليداتي، يا سيدي حتى شي واحد انا ما يدخل عندي حتى واحد لداري غير انت ولادك انا وليداتي هادو وليداتك ايه. دابا انت قلت الراجل بقى خرج في العشيه خرج في العشيه يلاه معنا انت وليداتك دار الوسط بوست مشاو داو المرا لا بي جي داو وليداتها معاها المسطرة الجنائية تتنص على انه يحضر واحد ضابط شرطة قضائية يحضر اللي مكلب الاحداث تيحضر حتى هو اللي مكلب الدري الصغار تيحضر باش يونس داك الدري الصغير مواسة فواحد الجهة تيجيبو دري بدري الدري الكبير هما ثلاثة الدري الكبير قال لهم بالباع خرج مع استاد العشية خرج باغ ما استاد العشيه اه شنو خرج لابس حوايجو شنو دا معاه ما دا معاه والو خرج مع استاد العشيه ما جا عنده شي واحد لا جا عنده تا واحد لا مشى بوحدو اه سير خرجوا برا جابوا الدري الثاني باك البارح فين مشى خرج من الدار مع استاد العشيه خرج مع استاد العشيه اه خلص انتوما خلاكم انا امي وعمي عمك وسطاني قال لهم عمي المرأة قالت لي قال المرأة شكون هذا عمو قالت لي خويا جا شافني ومشى ما جا شاف خوك مع العشية وراجل كان خرج ولا باقي لا خارج وجا خوك تما شافو اه جا شاف بس معاكم تعشى معاكم يبقى معانا في الدار اه بقى معانا حتى شي بقيت مشى بحالاتو فين كاين خوك كاين صيفطو الخوك مشى جابو خوك جابو خوهم جلسوه تا هو اجل البحث جابو الدري الصغير الدري الصغير قال له قول اوليدي
البارح با كان في الدار. لا كان جالس معاكم؟ وعمك كان معاكم؟ عمي الدري صغير خلصاتو ما قالش على الوصايا. وفين مشى باك؟ في الليل فين مشى؟ مشى مع عمي. مشى مع عمك؟ فين مشاو؟ داروا في الزربية. داروا في الزربية. داروا في الزربية. شكون داروا في الزربية؟ عمي. إيوا كيفاش داروا في الزربية؟ ركوا في الزربية وهزوا الداح. عمك دار في الزربية. دار في الزربية. رجعوا جيبوا الزربية. البوليس جابوا الزربية تيقلبوا الزربية كانت حمراء شافوها مزيان لقاو فيها الدم. ما عيطوا لعمو قال لي لاباس الباقي كنت عند اختك؟ كنت عند اختي. ايوا وكان رجلها تما؟ لا ما كانش تما. شكون اللي كان؟ انا. تعشيتي مع اختك؟ ايه تعشيت مع اختي. شنو كليتو؟ العشاء. شنو في العشاء؟ اللي كتب الله. شنو اللي كتب الله؟ راه هذا هو الواحد ديال البوليس. فهم واحد تنساك بحال هكا. هذا ماشي تنوري الناس كيفاش تجاوبوا. تخرج لك شي سؤال كاع ما في راسك. هاد تمشي عنده ولا عند من كنتي عند فلان اجد تغديتي عنده ولا قال لك شنو تغديتي؟ ما عقلش شنو تغديتي. الا كنتي كاذب ما تبقاش تجبد من راسك. لا كلينا محمد باش ها باش نكتب الله لا باش واش بالبرقوق ما يتابع هذا راك بحال هكا تعصب الناس البحث ديال البوليس هكا حصل هذا تعشيتي البحث شنو تعشيتو؟ ماشي بركه شنو تعشيتو اختو راه برا قول شنو شربتو شربتو اتي ولا ما شربتوش جلستو ولا ما جلستوش هنا لقاو اختو تدخل تقول هضره وهضره هذا ودي عندنا قال لك الزربيه ما الزربيه زيت عمو زيتي با من الزربيه البارح الزربيه فيها الدم تا قول لنا واش دابس الماء ولا شنو وقع قول لنا كل شيء دابا انا دهزيتي الراجل كبيري في الزربيه وديتيه في الزربيه عيطوا للمراه الراجل بقى تكذب عيطوا للمراه قلت لك الراجل زو في الزربيه با من زو في الزربيه والدابز ماشي يا سيدي انا كان في البيت هو خويا قلت له البيت ليه انا بقيت مع ولادي دبر راسهم ولا بقى شي حاجه واخا تمسع في خوها اذا كان شي حاجه هو خويا انا المهم انا كان عندي خويا وكان هو وخرجوا من خرجوا حتى خويا خرج صافي بغات تهرب خوها بغات يخرج عينيه شاف القضيه مشات ليه بقى بوحده قال لا سيدي انا اللي كاين نقولو ما كنت تسقي فيا غير بوحدي تقول لي هذه انا ويا سيدي تتكرفس عليها بغيت دابز معايا ضربتو ضربتو بواحد الدقه ديال المهراز هزينا درنا في الزربيه حطيتو في الزربيه حطيتو لي حطينا لي يا سيدي في الزربيه انت وياه وانا وياه يلا هي هزاته معك قلت غدا معك هزاه معك وهي عاودتني فيه ديتو ديتو تما بين البوليس في البحث ديالو بانه هو اللي قتل عاونته هي يلا عاونته في الزربيه ولكن هو اللي زوده دارت واحد المهمه اللي ولات عندها مشاركه في القضيه هذيك اللي عاوناته ما هزاتوش معاه حتى الخلا ولكن هو اللي هزو على كتافه كون غير بقات في البيت جالسه في البيت هو دخل البيت الاخر قتلو دارو في الزربيه بوحدو شويه كاين واحد ظروف تخفيف هذا من الاخبار شي حاجه بحال هكا دوز منها ولكن هذيك عاوناته ديك تعاون حصلت معاه واعترفوا بما نسب اليهم ولكن حقيقه تحكموا بعقوبه متفاوته هو خدا الحبس اكثر منها هي وتا هي خدات الحبس وما خصنيش نقول لك الحبس خصنيش نقول لكم الحبس ديال الاخ ديالها انه ربما غيبقى فيكم شويه ولا الحبس ديالها هي حيت خلات وليداتها حيت خلات وليداتها مشات للحبس دوز واحد الوقت الحبس شويه طويل وخرجت في حالها تاع وليداتها هنا تنفكروا معاهم نبقاو الدراري شكون يبقى بها بالدراري خلات واحد العائله تاهي فقيره شي خواتها تاعها وشي الولاد تفرقوا الدراري عندهم كل واحد فين بقى ترس كل شيء ترس كل شيء راحت عائله كامله ماشي سببهم هو ذاك القتل اللي قتل رجلها اخوها لا ولكن سببهم هو ذاك الراجل السكين اللي مقابل غير الشرابات ومقابل غير الخمر ومقابل غير المشاكل كاين فيهم بزاف 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 انا نقول لكم واحد القضيه كاين شي وحدين ما تيقطعوش الشراب حتى رمضان ما تيقطعوش الشراب ديما سكلانين ما تيقطعو البنيات ديالهم حتى رمضان
ديما مدوخين وديما محشين، ولكن تهضرنا على السكيريه، كاين شي سكيريه ما تيقطعو حتى رمضان، ورمضان عاد تيجي للدار عاد تيبقاي عاد تيبقاي بانو شي حاجه، عاد تيبقى يقول لمرتو دريس دابا في شمن القسم دابا دريس في السابعه، تقول لي مصطفى اللي في السابعه ودريس حتى هو فين، تقول لي دريس في الخامسه، في الخامسه باقي في المدرسه هنا ما عارف لا مدرسه لا الدري الى مستوى وصل، تيبقى يقلب على شي حوايج حتى ربنا غادي يتفكرهم. هذا العام كله هو سكران، اجي واحد الصاك كان عندي زرق، الصاك الزرق كان تنهار باش الصاك الزرق خرجتي معك واحد خرجتي معايا ما بقاش داك السارود ديال الكلاب اللي كان، انه العام كله هو مشغول، العام كله هو سكران، ما عرف والو، ما عرف لا ولاد لا عائله لا كذا لا كذا. الله يعفونا ويعفو على جميع الناس اللي هما مبلين بهذا الخمر بهذا الوباء هذا، وسيرتو الناس اللي ما تعرفوش، الناس اللي مبليين اللي مبليين اللي الخمر ما خلاهم يخدموا ما خلاهم يردموا ما خلاهم يديروا حتى حاجه، اللي تيبقى الخمر 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 يخرج من البار ويبقى يشرب في الشارع يعمل الشارع تزعل المويه لا الكول لا الكول تيدوز صافي الدمار الشامل اللي بغينا نقولوا. مشاو ديك السيد الحبس ومشى خوها الحبس بدا مع اختو، قول لي علاش بدكم هاد القضيه هادي على شاهد شاهد منهم، داك الدري الصغير هو اللي جمع لهم خاصتهم هم جمع لهم الضربه وغرقهم. وعلى غندزلكم حلقه اخرى دابا على واحد القضيه بحال هادي، واحد من العائله اللي هو اللي شد هو اللي شد هو اللي كحلها. هادو جوج قضايا قلت لكم اليوم، واحد هو اللي شد الدري الصغير هو سببهم، هو اللي صرح بما اللي وصل لبوس في البحث ديالهم وصلهم قال لهم الزربيه، مشى مع عمي بالزربيه مشى هزو بالزربيه دا عمي دا الدري تيشوف، وجا لي اخرى بحال مشابهه نقول لكم دابا. واحد المراه جابت مرا بوحدها عايشه في دارها، ولاد عايشين بوحدهم مزوجين يبقات لهم في الدار عايشه، بزاف العيال اللي عايشين بوحدهم في الدار، وجابت واحد السباغ جابته مشات الموقف سابته وجاتو. بزاف الناس وقع لهم مشاكل مع السباغ مع النجار مع البلومبي مع التريسيان، بزاف في المغرب وخارج المغرب وفي الدنيا وفي العالم، شحال من واحد جاي يخدم شي خدمه في الدار واحد الوقت تبان ليه فلوس ذهب بلا بوحدها كذا تولي مجرم، تدير تولي مجرم. وعاودت لكم واحد النهار واحد الحلقه عاودت لكم على واحد الناس جابوا السيد يخدم عندهم في الدار سباغ، على ما اذكر سباغ جابوا يدخل وعرفوا دوك الناس غاديين لفرنسا ويخليو ديك البنت هو بوليداته، ما كان لا مجرم لا شفر لا والو، بات لي الخطه في ساعه البنت بقات بوحدها تبقى بوحدها والناس غيمشيو للخارج، مشى رجع قتلها باش يدي الذهب. وهذا الشيء اللي دار هذا السباغ هذا اللي غنعاود لكم عليه. انا مثلا تمشي السباغه وتقول السباغه قتاله، ولكن تيملي انا لما تبغي دي واحد المعلم تكون تعرفه. كاين الناس عندهم لي دروغري لي دروغري تيبيعوا العقاقير تيبيعوا السباغه والزفت والروينه وكذا وكذا، لما تمشي عنده سولو هو قول له السلام عليكم السلام، تعرف شي معلم نجار؟ كاين واحد السيد بغيتو شي خدمه عندي التليفون ديالو، حيت بزاف دروغري عندهم التليفون، بغيتو شي سباغ هي كاين واحد السباغ. حتى لو لقيتي قدام داك الحان دوك السباغه جالسين في الموقف نقول داك المسباغ تعرف شي واحد هذوك مزيان الله يرحم والديك، تعرفوا شي تعرفوا كونفيونس يكون مزيان وكذا 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 وكذا، تعيط لها مصطفى اجي سير مع هذه المراه كذا، الاخر ما تيشوف عنده شاهد شاهد منهم، جا ذاك مول الدروغري هو اللي وراها او شي واحد هو اللي نعتوا لها، كاين واحد الشاهد ما تقدش يدير الجريمه، ماشي بحال تلقى في الطريق السلام عليكم السباغه سيدي يلاه معايا نجار سيدي يلاه معايا، وتديه امراه ما بوحدها مسكينه ولا تديه بنت بوحدها في الدار، تديه المراه عندها اللي تامه بوحدها تستغل ديك الفرصه هذيك. بحال هذه المراه هذه اللي غنعاود لكم عليها، المراه مشات هذا الموقف لقات واحد السباغ السلام عليكم سباغه سيدي، قال لها يلاه معايا، مشى مع السباغ للدار قال غتسبغ لي هذه وغتسبغ لي هذه وغتسبغ لي هذه، وهذا الماريو غنخويه باش راه معوج ليه من عافاك لما قال الدوليه وكذا وكذا. بقى السباغ خدام عند ذاك السباغ، تغدى عندها كملت العشيه، لا غدا جا حل ذاك الماريو تيشوف السيد بان المراه عندها ما يدار
عندها دهيب وعندها كذا، هذاك المريول اللي عندها معوج بغا تصلحو، قال لي انا نصلحو لك بلا نجار، بقى هذا لا شحال واحد تجيب واحد يخدم لي شي خدمه في الدار، تيزيد خدمات اخرين، شحال واحد تيزيد شي خدمات اخرين اللي ما عندوش علاقه بهم، واش تعرف دير هذه عافاك صابها لنا، هذه قالت واش تعرف تصاوب هذا المريول، نصاوب لك حدا الحوايج حيت منه كذا كذا، السيد شاف شي دهيب جمعاتو المراه درتو في واحد الجهه طرباتو خواتهم ديك المجوره، صاوب لها ذاك المجر، عرف بان عندها ذهيب عندها بليسات تما عرفها بوحدها، وتيسول فيها تعاود ليه، انا ولدي عايشه غا بوحدي، ولدي مجاوزي عايشه مع امتي اللي جا عندي فيهم الله يرضي عليه، اللي ما جاش الله يرضي عليه، مره مره تيجيو عندي عايشه بوحدي، سد عليا محالي وكذا كذا، هو ياخذ منها معلومات، تاكد بانها مراه بوحدها ما عندها حتى شي حد. والنهار الثاني تخلص من عندها وقال لها بسلامه امي الحاجه، قال لها بسلامه خالتي، سلامه خالتي، سلامه وليدي الله يرضي عليك، ها هو يمشي. طاح الليل هو يرجع دق عليها، دق عليها حاجه السباغ، السباغ ها وليدي السباغ راه هذاك اللي تما فوق الطارو باش ناخذو، راه خليته تما محطوط حتى الباب، شناهو الباب راه هو تحت الطارو اللي تما. المراه مسكينه قالت رجعت شي شغل بغاها هي تحل لي الباب، هو يدخل هاز مع واحد الحديده، سيدي زيدي الحاجه بغيت واحد بقى ديالها اللي سد الباب وعطاها طاف طيح، طيح برقتها وعلى الراس قتلها، شدها قزها دخلها تحت واحد السرير ديالها، وشاف شي دم قطر تما مسحو، ونط يقلب داك المالي وجمع عندها واحد الدايب، جمع شي تخرفيق، جمع هادي صلح لي، هادي صلح لي، هادي صلح لي، جمع 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 شي فليسات، قلب الدار كامله، حل الباب طل هاد الجي ولا هاد الجي، ويدير بوزي بعض الطريق، الله يعاون الله يعاون. شكون اللي جاب داك السيد عندك الحاجه؟ حتى شي واحد، شكون اللي تعرف؟ حتى شي واحد، هي ما علمت حتى شي واحد، راه غنجيب السباغ ولا غنجيب كذا، هنا تنقولها النساء اللي بوحدهم في ديورهم، النساء اللي بوحدهم في ديورهم، العيالات اللي هما بوحدهم عندهم غير وليين ولا جوج، بغا تجيب واحد المعلم، يا ودي ما ديرش شي خدمه بوحدك، اما جيبيه يكون معروف، تعرفوه الناس تعرف، اما جيبيه يقول لشي وحده ولا صاحبتك راه غنجيب اللي بغا يكون عندي السباغ. راه جبت واحد السباغ، قولها لما قولها لعمتك في التليفون، عمتي لاباس بخير، راه اليوم عندي السباغ في الدار، شاركي الناس في ديك العمل، عائلتك تعرف عندك خدمه في الدار، عندك سباغ يجي عندك، سيرتو مراه بوحدها، قولها لولدك راه وليدي بغيت نجيب واحد السباغ، جيب لي وليدي واحد السباغ، جيب لي واحد الزيار، جيب لي يا ربي واحد النجار، من انت مراه بوحدك تمشي تخطي واحد من الزنقه لاباس وتعرف السباغ، ودي يلاه معايا بوحدك تدخل الدار بوحدك، تتبان لي غنيمه، تيبان ليه ما يدار كيما بان هاد خينا هذا، وجمع دوك الحوايج كاع اللي تيهمو تما، وجا ومشى للدار ديالو، مشى للدار ديالو، ما قال لمرتو والو، انا ما تشغل يقول لمرتو، يقول انا مجرم قتلت واحد المراه كدا كدا كدا، صافي راه جات دخل، دخل عندهم في السطح ديال دارو واحد البرميل، واحد البرميل كان فيه الجير، وكان جير السطح ديالو وجير الدار ديالو بيدو هو، وجمع فيه الجير، نهار تشد واحد الجير باقي الجير باقي باقي غبرة، وكبو على ديك في ذاك البرميل اللي فيه الجير ديجا برميل، عمرو مزيان وشد ديك الميكا وخباها كاع ديك المسروقات خباها في الميكا وخشاها في الجير مزيان، وحط عليها بواحد البالا وكب الماء باش تيبان الجير برميل ديال الجير، صافي ودخل في حالاته. المرة النهار الأول، النهار الثاني، النهار الثالث ما بانتش، الجيران دقوا برا برا، كاين التعامل ما بين الجيران، كاين داك التعايش ما بين الجيران، تيدقوا عليها الحاجة 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 ما تتجاوبش هي، اتصلوا بواحد بنتها قال لها امك راه ما تتجاوبش هي، جات بنتها هرسوا الباب دخلوا فين الحاجة، ما الحاجة هذه كذا ما كايناش هي، تيقلبوا هنا تيشوفوا اولي الحوايج محطوطين اولي كذا، شي مرا شافت رجليها قالت لهم هي الحاجة تحت في راس، عيطوا البوليس، عيطوا البوليس تيسول الحاجة، ثلاث ايام بدات المرأة تبدل الجثة ديالها، زروا البوليس، المرأة شافوا عندها ضربة، عرفوا بأن السيدة مقتولة وأنها تعرضت للسرقة ديال حويجاتها اللي سرقت لها داك خينا، هنا دخل مصلحة الجريمة، جاو لعين المكان، بداو تيبحثوا في الدار، تاخذوا البصمات، الحمد لله لقاو البصمات ديالو كاملة. مشاو خرجوا دوك البصمات وتعرفوا على مولاهم وتعرفوا على با الجيران، وما يجيو ليه لانه هو خدم الدار كامله، خلى البصمات هنا وهنا، شنو عندهم ما يمسح
هنا وخرج البصمات هنا في المريوف كذا في طاطا في طاطا، خدموا على خاطرهم خرجوا البصمات، كان عملية احترافية، عملية ديال صح الجريمة. بعد يطلعوا لافير وجاو جابوا السيد ومشاو ليه الدار ومشاو عنده. السلام عليكم. السلام. صبا لاباس بخير، صحة لاباس، كذا كذا، تمشي معنا؟ مشى معاه قال لي يا ودي خدمت يا عند واحد المرأة هذا هي سيدي خدمت أجل صبرت لها سيدي المحل، صبرت لها المحل، هذيك مرأة مسكينة طيب عمر هذا طلعت فيها الصراحة. ونهار الأول خدمت عندها تما، من جيت جابت لي الفطور فطرت الله كثر خيرها، وخدمت عندها طال 12 مع 12 تغديت، ما مشيتش لداري تغديت عندها مسكينة. وفي العشية تكملت مشيت وجيت لغد خدمت عاوتاني كملت نفس النهار وخلصتني. خلصتني يا سيدي انا ما كذبش على الله، عطاتني فلوسي خياتنا تيبقاو يخرجوا هذا الهضورات تيسبقوا هي الاولى الله يعمرها دار حاجه مسكينه. وقال لها ودي المراه ماتت. الله ماتت لطيف وباش مقتوله مضروبه الراس لا اله الا الله. هذا فوق جات شي باحس لا فاش كنتي عندها، فاش كنت عندها هنايا يا وزن ما جا حد ديك الساعة ما جا حد. لا سيدي ما جا حد راك عندي واصبر اصبر دوك المحاطين كلهم تيبقاو يدوزو تيبقاو يوسعو يديهم ديك اصبر ها عندي واصبر باش انا نكذب ولا غدا اليوم غدا دنيا وغدا اخرة. اسيدي لا 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 انا جبت الكذوب. الكذاب ديما تيدافع راسو بانه ماشي كذاب، عنده كذبة غيقولها وتيدافع راسو بانه ماشي كذبة، راه الله شاهد وبيناتنا راني مغدا الدنيا غدا اخره كذا كذا كذا. هي ما يتشحوط قال لي نمشي معاك للدار. مشاو للدار تيقلبوا سولوا مرتو قالت لي قالت لي سيدي مشى وكذا وكذا خدم تعاود لي الله ما هو عاود لي البارح خدم والبارح خدم او ديك النهار خدم وجا لا غدا مشى قال لي عنده واحد مرة خدم عندها الان من الله خلصات وجا في حالاته. تيقلبوا الدار قلب هنا قلب هنا دخلوا واحد البوزي طلعوا للسطح تيقلبوا شافوا داك البرميل داك البوسي بقى تيشوف فيه واحد من دوك الناس تيبحثوا ديال الشرطه القضائيه بقى تيبحث داك البرميل ويقول واحد الرئيس ديالو قال له شوف شات تبحث داك البرميل خوي البرميل خوي 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 قال لي قول لي هاد البرميل عمرو انت بالجير قال لي باقي تي الجير باقي فيه ما قديمش داك الجير باقي تيبقبق كما تيقولوا قال لي هاد الجير واش غتصبر به؟ نعم لا تنخليها سيدي ربما نحتاج ليه. واه تحتاج ليه غادي دارك مسبوغه السطح مسبوغ وانت هاد البرميل عامر وتنبغي تنحتاج ليه ولا كذا. قال لي قلب داك البرميل قلبوا الدار كامله قلبوا البرميل خو داك البرميل وما يطيحوا داك داك ديك السراه ما يحلوها غسلوها بواحد التيود الماء وحلوها قاد دايب ولقاو داك الشيء ديال الناس اسيدي ديال مدام دايب ديال مدام عندي مدام لتحت ما في السطح ديال مدام مدام دابا هاد البركه اللي عندنا تخافش يشفر بحال هاد المره قلت لي مسكين تسرقت وتقتلت بحال هكا تخاف هنا الحياة عندنا شويه الله وديال مدام ما قلتو داك الشيء عند مدام مدام كاع ساب وليداتها مرض الجيال كاس قال لها قول شريفه نعم عندك شي دايب ها دب دب عندك نيجي ما جمعين شي دب نتوما هنا في الدار دب كملنا تما حالنا عاد شنو الدب راه داك الشرجم باقي خاصو الجاج وباقي داك الباب راه ديال اللي غا ها هادي هو اسيدي ما عندنا دب ما بغينا دب راه نشوفو هادشي حطوا لي هذاك الشيء هاد الدب ديالك ها ويلي هاد الدب ديالنا راه شغل قال ديالك ديالي سلام داك الطبوحيط ديالك قال لك ديالي انا ما عندي دب ما عمرو شرا لي دب وفوقاش تلاه ليا عرفت يقول لك ماشي دبك هذا ماشي دبك هنا نخبيوه ما الناس سارقينو اسيرا قالت لي قال الذهبي اسي ما عندي لا ذهب لا مولاي بوي ما يقول لكم حتى حاجه اولا ما عندي الذهب اي اي وي وتشوف داك الذهب توريو هاد الدبليس هاد السلسله اولا ملي جاتني يعني هزي هز هزو هزو باك الجيال ومراته مواجهه بعضياتهم تقول لهم انا ما عندي الذهب ما صاحبي ذهب ما بيني وبين شي ذهب ما حتى شي حاجه وهاد الفلوس ايوا انت دابا هاد الفلوس ديالهم معذبهم كوغطهم وهذا فلوس ياك نقول داو خبيتي فلوس تاهم خبيهم تما مخبي فلوس تما واش بقى لي فلوس في جيب اخرى بقى لي في جيب فلوس ديال المصروف وديك الشيء مخبيها
شحال مخبي عندك المرأة تخبيك شي حاجة؟ تخبي عندي مرة 2000 مرة 3000 مخبيها مرة 4000 احنا زعمنا شي 17000 وهذه ما لها عزاب وحدة. المرأة واجهته بأن داك الشيء اللي قال كذوب ديال الدب باباك الجريال ما شاف حتى هي قال لي مودي هذا الشيء الله عطا الله. وانا راك عرفتوا الحالة فاخرة بغينا نكملوا شوية مويحين عند الدراري فين تستروا انت تعاد بنينا الفوق ما بنينا الفوق ما بنينا تحتي والشيطان ود الحرام وكذا وهذا وهذا. ما عاد ديال بنادم الانسان اللي تيكون ماشي مجرم وتيولي مجرم ماشي مجرم وتيولي مجرم. واحد ود الدرب جالس بوحدو في الليل ما تيسرق ما تيكريسي ما تيغتصب وجالس في القنت تكميك برو تتبان ليه بنت بوحدها في تتبان ليه تيبقى تابعه اجي فاطمة ما جيتش ماشي تيبقى شاد وقفين نهضر معاك كذا تقول عباد الله عباد الله تقمني واخا نهضر معاك تتولي انا بغي اغتصب كذا كتولي غادي الحبس. هذا شي واحد تيبان ليه الفلوس هو ماشي صفار تيبان الفلوس وتولي يمد يدو تولي مجرم. شغن نسميه الشيطان والله ممكن الشيطان انا متعرفش الغيبيات انا تقول بنادم بغيت يتحمل مسؤوليته لانه تيمشي للحبس يمشي بوحده يمشي مع الشيطان. طمع ديال الانسان طمع اللي تؤدي للجريمه قال هذا السيد هذا كيما عاودنا الحلقه الاولى الحلقه الثانيه مازال الحلقه الاولى عاودت لكم بان الخمر هو اللي دارها الحلقه الثانيه الطمع ديال الانسان ولكن استفدنا من هذا الشيء بجوج استفدنا منه مع الناس المخمرين. انا هيك عندك خويا اللي قتلوا داك الشيء خبر فين داش تاع عائله والثانيه بانه اولا طمع وثانيا هذا النجار حد جيار سباق هذا كذا عرفوا شكون هو بعدا هذاك اللي يدخل لك لدارك عرفوا شكون هو عرفوا شكون هو ودير ما يشد شي واحد يشد عليه بانه دخل عندك وخرج عندك وكذا وكذا تلقى واحد الطريق وجيبوا يلاه معايا زيد الله يعاون عاونا زيد زيد معايا غادي قدام عرف شكون كل شيء ضمانه تكون ديال المنحنى ديال هذا ديال تمشي لعند الموقف الموقف شو داك اللي تيبيع السباق واش تعرف شي واحد عطيه ليا التريسيان ديال الضو واش تعرف شي تريسيان عطاك يطيح به كلهم هذو التليفونات كلهم يعطوك اجي ادريس اجي اجي فلان اجي اجي خلي الطراس خلي العلامه ديال خلي الاثار ديال داك السيد باش الا دار شي جريمه يتعرف واش ما يضربوش تماره. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.